السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بنرى في هذا الأسبوع نهاية السنة اللي احنا فيها ل 2016 وبداية إن شاء الله 2017، وتكون إن شاء الله سنة سعيدة على العالم كله. اليوم في خبر جيد بنتكلم عنه، وهو الإعلان عن وقف إطلاق النار في سوريا الحبيبة. أتمنى ده يكون نهاية الحرب، ولابد التحدي الكبير عندنا دلوقتي بالنسبة لسوريا هو كيف نعيد اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم، وكيف نفكر في إعادة بناء سوريا الحبيبة مرة أخرى والحفاظ على مكوناتها الشعبية المجتمعية. ده تحدي لوحده عايز له أكتر من محاضرة. التحدي الأكبر فيه إنه مجرد ما هيقف إطلاق النار والسلام لن يتبرع أحد منا للقضية السورية، سواء كان النازحين أو اللاجئين، وده ما عهدناه من قبل عند قضية أفغانستان أو قضية الصومال بعد المجاعة أو قضية الشيشان او قضية البوسنة. فطبعا بنفرح للسلام، لكن التحدي الاخر كيف نعيد بناء الوطن. اليوم في تحدي اخر كمان بالنسبة للشباب، النهاردة بيتلعب على في مصر ماتش الاهلي والزمالك، اللي هو 80% من الجمهور العربي للشباب اكيد بيتفرج عليه. ونتمنى التوفيق للفريقين، يا رب الفريقين يكسبوا والاثنين ياخدوا الدوري والاثنين ياخدوا الكاس. نرجع لكلامنا النهارده عشان نفتكر الكلام اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات، اللي هو نوعين الربيع، الربيع الفصلي والربيع المجتمعي. النهارده هنتكلم عن هل الربيع العربي فشل ام نجح ام تعثر. هو لم يفشل ولم ينجح النجاح اللي كان متوقع، ولا كنا تعثر لاسباب كتيرة. احنا مش هنخش في منظورات او منظور الاشياء السياسية بالتفصيل، الا ان هنتكلم عن اللي هو بعض الاسباب الاجتماعية والمجتمعية اللي ادت الى تعطل الربيع العربي. ومعنى كلمة ربيع يعني ايه؟ يعني ما هو تجديد المجتمع وتجديد الرسالة وتجديد حياة الشباب وحياة المجتمعات والثقافة إلى آخره إلى آخره. الربيع معناه تجديد. إذا نظرنا احنا للمثلث ده، نتكلم في المثلث ده عن يمكن 14 أو 15 نقطة من الجهل، الفساد، البطالة، الفقر، قيادات المجتمع التقليدية اتكلموا عنها الأسبوع اللي فات، مؤسسات المجتمع المدني تضيق عليها، دولة عميقة، الإعلام، القوى الخارجية، أهمية الدولة وأهمية المنطقة، رجال الدين، دعاة جدد، النخب والرموز، ووسائل التواصل الاجتماعي. كل هذه العوامل أدت وتؤدي إلى تعثر أي حركة مجتمعية. ونجد إن الأربعة اللي في الأسفل مرتبطين ببعض ارتباط وثيق جدا. الجهل بيؤدي إلى الفقر، أو الفقر بيؤدي إلى الجهل وكلاهما، والفساد بيؤدي إلى البطالة وبيؤدي إلى الفقر، والفساد بيؤدي إلى الجهل وهكذا. فما نجد إن الأربعة دول كانوا أحد الركائز الأساسية، الأربع نقاط دول الجهل والفساد والبطالة والفقر، أحد الركائز الأساسية في تعثر حركة الربيع العربي وتعثر حركة بناء أي مجتمع مهما كان هذا المجتمع. ولو احنا نظرنا لبعض النسب في الدول العربية، عندك الشريحة الثانية من ناحية الأمية، لوجدنا الأمية لا أمية أيوة لوجدنا في العالم العربي طبعا من اليونسكو، تلاقي موريتانيا تقريبا 48% الأمية، المغرب 28%، اليمن 30%، ده طبعا قبل الصراع اللي موجود في اليمن حاليا، هنلاقي مصر والسودان
قرابة 24%. طيب أكثر الدول اللي فيها أقل نسبة من الأمية، الأولى قطر، وبعدين الكويت، وبعدين البحرين، وبعدين السعودية، وبعدين عمان، وبعدين الإمارات. يعني الدول الخليجية هي أكثر الدول العربية في محو الأمية، والدول اللي فيها نصيب أكبر من نسبة الأميين، موريتانيا والمغرب واليمن ومصر والسودان. فطبعا دي قضية الجهل، دي قضية كبيرة جدا 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 بتؤثر في تعثر أي مسيرة مجتمعية. أي مسيرة، ده حال واقع عندنا، لأن أغلب الحكومات العربية تعطي نسبة هزيلة جدا من ميزانيتها للتعليم. ناهيك عن الأبحاث، وناهيك عن العمل الفكري والعمل الثقافي الآخر. نرجع للشريحة الايه الأولانية، هنتكلم على الجهل. قد يؤدي الجهل زي ما قلت، بيؤدي الجهل، فساد، البطالة، الفقر، وهكذا. لو بصينا لنسب البطالة، الفساد أو البطالة في العالم العربي، الشريحة الثانية، ده من صندوق النقد الدولي، هتلاقي هنا في البطالة اللي موجودة عندنا، تلاقيها في مثلا في الجزائر تقريبا 10% من 2010 ل 2014. مصر والأردن ما بين 2000 ما بين 12% و13% من 2011 ل 2014. السودان كانت 17.5% في 2010، أصبحت 20% في 2014. تونس كانت 13% في 2010، أصبحت 16% في 2014. طبعا اليمن في 2012 و13 و14 غير متوفرة، كذلك سوريا، ونتوقع انها تكون اكثر بكثير مما هو موجود امامنا. المغرب محافظة على النسبة بتاعها حوالي 9% من البطالة، واغلب ال 9% دول بيكونوا من الشباب اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي بيؤدوا الى التعثر اللي احنا بنتكلم عنه حاليا. فبنتكلم نتكلم عن الجهل ونسبته في العالم العربي، اتكلمنا عن البطالة، نتكلم ايضا عن الفساد. بنلاقي الفساد من الإحصائية المؤسسة الدولية للشفافية، لأن 10 دول من الدول العربية بتوجد في قاع دول العالم، ترتيب 79 اللي هو تونس، للترتيب 174 في دول العالم من ناحية اللي هو الفساد، اللي هي الصومال. هتلاقي 79 تونس، 80 المغرب، مصر 94، وبعدين الجزائر 100، لبنان 136، سوريا 159، ما نعرفش سوريا بقت كام دلوقتي، اليمن 161 ايضا، ممكن تكون اكتر من كده دلوقتي، ليبيا 166 ممكن تتغير كذلك، وهكذا الصومال، وهكذا السودان. لما بننظر، نرجع للمسدس الاصلي، لما بننظر للثلاث أشياء دول، الجهل والفساد والبطالة، بيكونوا سبب أساسي للفقر أو الفقر بيؤدي، فدي معادلة متداخلة متركبة مع بعضها البعض. فالأربعة دول مرتبطين رباط أزلي مع بعضهم البعض، ودول كانوا أساس أولي في حجر العثرة في إكمال التنمية في أي مجتمع عربي أو غير عربي. طبعا بينخرج من هذا يتسبب في كثرة العشوائيات الموجودة في بعض الدول العربية، كثرة الأطفال الشوارع اللي بيشتغلوا استغلال سيء، وكثرة البلطجة اللي احنا وجدناهم تماما منتشرين في دول كثيرة أثناء مثل هذه التغيرات المجتمعية في العالم العربي. البلطجية اللي كانوا بيسموهم في سوريا شبيحة، وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات، لا ننظر سلبا على
الفقراء اللي بيعيشوا في العشوائيات، لكن نتكلم عن نتائج هذه الرباعية المركبة اللي بتؤدي لتعثر نمو أي مجتمع عربي أو غير عربي في العالم. نخرج من هذا، نحن نتكلم قيادات المجتمع التقليدية، احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات، قلنا القيادات المتجمدة التي لا تعيش في ربيع المجتمع هي أحد أسباب تعثر نمو أي مجتمع عربي أو غير عربي. القيادات المتكلسة المتحجرة التي لا تعرف كيف يعيش المجتمع ولا تلتزم بالتغيرات المجتمعية فتتعامل معها أو تغير من قيادتها التقليدية لقيادات أخرى شبابية إلى آخره. يبقى ده إيه؟ النقطة الخامسة عندنا، وما زالت هذه القيادات حجر عثرة في تقدم كل المجتمعات العربية وغير العربية. سواء كانت دي بقى مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات سياسية أو مؤسسات دينية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كذلك مؤسسات المجتمع المدني. دي اللي هي المكان نمرة 6. والقوانين التي تفرضها الحكومات على قتل هذه المؤسسات أو على التضييق عليها أو على تهميش دورها أو على إشاعة بث الإشاعات حول تمويلها الأجنبي، حول عدم انتمائها للدولة أو للوطن أو للمجتمع التي تعيش فيه. هنا بتتقيد هذه المؤسسات المجتمع المدني بقوانين عقيمة ما زالت تفرض إلى اليوم. قوانين عقيمة ما زالت تفرض إلى اليوم تقوّد من حركة ونمو مؤسسات المجتمع المدني النمو الطبيعي. كان هذا قبل الربيع العربي وما زالت مستمرة في أغلب إن لم يكن كل الدول العربية التي نتعامل أو نتحدث عنها. يبقى الجهل، الفساد، البطالة، الفقر، قيادات المجتمع المدني التقليدية، مؤسسات المجتمع المدني التي تعيقها قوانين الدولة التي تخشى من حرية الديمقراطية التي تنشئها مثل هذه المؤسسات. في شيء آخر بنسميه الدولة العميقة. كلمة دي اتقالت كتير جدا جدا جدا، يمكن أحد أصدقائي أو بعض الناس ده أنا قلت فيها محاضرة في ساقية الصاوي في 2012 في القاهرة، حتى سميتها الدولة العميقة بالكاف. كانوا بعض الشباب بيتريقوا عليا وبيقولوا إيه؟ بيقولوا أصل ده عايش مش عارف فين مع أولاد الفرنجة، ولا مش عارف يقول الكاف من القاف والحاجات دي. أنا كنت بس كاف عشان الناس تعرف إن في دولة عميقة للاستهزاء يعني أو للسخرية. والقاعدة اللي أنا هقولها دلوقتي، ما فيش دولة في العالم كبرت أم صغرت ازداد فيها مناخ الحرية أم قل إلا وفيها دولة عميقة. كانت هذه الدولة العميقة فاسدة أم كانت تحاول على الحفاظ على هيكل الدولة والوطن والمجتمع والحفاظ على المخدرات؟ بمعنى الدولة العميقة الصالحة هي مؤسسات دولة لا يعرفها العامة، ولكنها تحافظ على استقرار كيانات المجتمع والتاريخ والثقافة إلى آخره. الدولة العميقة الفاسدة اللي نتكلم عنها اللي بتكون بقى المجرمين مستخبين تحت الأرض، تجار الحشيش والمخدرات، الدعارة، اللي كل حلقات الإجرام دي كلها موجودة. فحتى هنا في الغرب في دولة عميقة. الدولة العميقة الفاسدة لا تنتهي في وجود في المجتمع، في أي مجتمع، ولكن يقلص حجمها وكمية المناخ المنفتح والديمقراطية الموجودة في المجتمع وقوة مؤسسات المجتمع المدني، فتقلل من حجمها ومن سلطانها. لكن من سنة المجتمعات أن كل مجتمع فيه من داخل دول عميقة فاسدة تكبر مساحتها، حجمها أو حجم مساحتها، وتقل حسب قوة مؤسسات المجتمع المدني ومناخ الحرية والديمقراطية
التي يتمتع بها الشعب. الدولة العميقة الصالحة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي مؤسسات الدولة التي تحاول الحفاظ على كيان الدولة وبناءاتها. هنا وجود دولة عميقة في مثل هذه الدول كانت فاسدة أم كانت غير فاسدة، هي أيضا أصبحت الفاسدة منها التي أصبحت حجر عثرة أو أحد أحجار العثرة في هذا النمو المجتمعي والتغير المجتمعي. يجي بعد كده نتكلم عن دور الإعلام وازدياد عدد الفضائيات الغير عادي التي ليس لها رقيب أو من يحاسبها، وازدياد عدد الإعلاميين الذين لا ندري من أين أتوا، مع عدم وجود نقابات مهنية تؤطر لشخصية ومهنية الإعلامي وتحاسب القنوات الإعلامية خاصة الخاصة منها على ما تنشره في كثير من الأحيان من الأكاذيب المضللة. فنمشي في العالم العربي كم من مئات القنوات الخاصة التي أنشئت في العشرية الماضية وأدت إلى تغير المناخ الثقافي للمجتمع من شرقه، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. وعدم وجود الرقيب الرادع الذي يحاسب الإعلامي ويحاسب القناة ويحاسب صاحب القناة في هذا المجال. أحد يعني المفروض الإعلام يكون وسيلة لتوعية، وسيلة لمحاربة الفساد والدول العميقة، تفعيل المجتمع المدني، تغيير القيادات المجتمعية التقليدية، محاربة الفقر والبطالة والفساد والجهل. دور الإعلام يكون إعلام حيادي، لكن ما نراه الآن غير ذلك تماما لعدم وجود مؤسسات مجتمع مدني كالنقابات الإعلامية أو نقابات الإعلاميين إلى آخره إلى آخره. ربيع العالم بدأ كمجموعة من الشباب خارجين في بلاد مختلفة، لم يكن له برنامج أو خطة أو إلى آخره، وكان شيء عفوي، وده أصلا أحد الأسباب أيضا اللي أدت لعدم وجود رؤية واضحة في مسيرة هذا التغير المجتمعي. النقطة تسعة اللي هي القوى الخارجية. حسب الناس أن الدول هذه في معزل عن العالم الخارجي، وأن الدول هذه ليست جزءا من محيط أكبر من المحيط الإقليمي أو دول الجوار. والقوى الخارجية دي أصبحت هي نفسها من أكبر أحجار العثرة التي أدت إلى رجوع النمو المجتمعي في مثل هذه البلاد وغيرها لمصالح لمثل هذه القوى الخارجية. إذا كانت مصالح اقتصادية أو سياسية أو فكرية أو ثقافية أو أي مصلحة استراتيجية بتحددها القوى الخارجية. الأمر الأخير والأخطر، الأمر اللي هو بعد كده والأخطر من كده، أن أهمية دولتك وموقعها الاستراتيجي الجغرافي. يعني ما حدث في مكان ما بطريقة ما في زمان ما لن يحدث في مكان آخر أهم استراتيجية في مكان آخر. بالتالي حينما ننظر للموقع الجغرافي والكثافة السكانية والقدرة الشعبية لمثل هذه الدول وأهمية المنطقة التي تعيش فيها هذه الدول وأهمية الدولة نفسها، نجد أن دي قد تكون سلاح ذو حدين. الحد الأول إحنا بنتكلم فيه عن إيه؟ بنتكلم عن إن إحنا دولة مهمة بالنسبة للعالم. الحد الثاني اللي إحنا
قد يكون قرارنا مش مستقل 100% لأهمية هذه الدولة وهذه المنطقة عند دول أخرى وقوى خارجية دعنا نتكلم فيها. الأمر اللي بعد كده هو رجال الدين. أنا فرقت من الدعاة الجدد ورجال الدين. لما رجال الدين اللي هم بينظر إليهم إنهم رجال الدولة أو العلماء أو المفسرين إلى آخره. قد يكون كثير منهم ضاع وأضاع المجتمع، وأصبح منهم الكثير الذين يفسرون الأشياء حسب أهواء السياسيين، وهنا أصبح لهم تأثير سلبي جدا على عامة المجتمع اللي كثير منه أصبحوا يعانوا من الأمية. اتكلمنا حوالي تقريبا في العالم العربي من 25 المتوسط حوالي 23-24% عندهم أمية. تخيل لما يطلع شخص من هؤلاء الناس ويكون رأي سياسي في فتوته الشرعية، فهذا يؤثر على تعطيل مسيرة أي نمو مجتمعي موجود. لأن رجل الدين زي ما احنا رجل الإعلام لابد أن يمكنه محايدين. لابد علينا ألا نقحم الدين في معركة سياسية لمصلحة هذا الفريق أو لمصلحة ذلك الفريق. النقطة اللي بعدها الدعاء الجدد، وأنا أفتكر بعض الكلمات اللي قالها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه والشيخ الشعراوي وغيرهم في السبعينات. قال هو في بعض الشباب كل واحد فيهم يقرأ له كتاب ويطلع يقول قال الله قال الرسول ونحن رجال وأنتم رجال. الكلام ده بقاله أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة ونحن نعاني من هؤلاء. أنا مش هسميهم دعاء جدد، سموهم ما تسموهم، لكن فعلا أعطوا جرعة من التخدير للشباب والمجتمع. منهم من أفاق الشباب على بعض المشاريع المجتمعية، لكن الآخرين بدأوا يتدخلوا في أمور سياسية ويتدخلوا في أمور دينية ويفتون بما لا يدرون. يعني كل من قرأ كتابا سمى نفسه شيخا. أتذكر أن الوالد كان شيخ رحمة الله عليه، كان شرط لدخوله الأزهر عشان يبقى عالم يكون حافظ القرآن الكريم، دي نمرة واحد، قاعدة أساسية. نمرة اثنين، تخرج بعد ما درس في الكتاب 5 أو 6 سنين راح معهد طنطا الأزهري، كان في معهد اسمه طنطا الأزهري ومعهد الزقازيق ومعهد كذا ومعهد كذا، 4 سنين دراسة. وبعدين بعد كده هو دخل الازهر وامتحنوه عشان يخش الازهر بعد ما نجح في المعهد طنطا الازهر. وبعد كده استمر في الدراسه هناك، وكان من اجمل الاشياء في الازهر هو حريه الطالب في الحصول على العلم من شيخ العمود. عواميد الازهر اللي موجوده دي كلها كان تحت كل عمود بيقعد شيخ بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الظهر، بعد صلاه العصر، وعصرات المغرب، وتنتهي على العشاء. كان الطالب هو اللي بيختار المادة والطالب هو اللي بيختار الأستاذ، فدي الحرية في تلقي العلم. جمع امتحنوه في شهادة العالمية زمان، يعني امتحان النظري كان يعني سهل أي واحد يجاوب عليه لو مذاكر، لكن الامتحان الشفوي امتحنوا له عدة ساعات 5 أو 7 مشايخ في كل شيء لكي يطلع او يتخرج او يجيزونه لكي يصبح شيخا وليس عالما. بعد ان تعلم في الازهر او في العلم الديني ما لا يقل عن 20 سنة. اما من قرأ كتابا وقرأ تفسيرا وقال كذا وكذا والتف حوله الناس وقالوا يا شيخ يا شيخة، كل هذا يؤدي الى تعثر النمو المجتمعي لجهل
من يدعي الدعوة في هذا المجال؟ من من العثرات الأخرى النخب والرموز. أنا كنت بقول في محاضرة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الجزيرة في مصر في 2012، مجرد ما قلت كلمة رمز كنت بتكلم عن مثلا مين، عن مصطفى محمود، عن النحاس باشا، عن مين، مصطفى علي مصطفى مشرف، دكتور مصطفى مشرف باشا، طلعت حرب باشا، مين تاني. مجرد ما قلت الرموز كلمة رمز الشباب هاجوا مش عايزينها، وكأنك انت بتقتل كل رمز مجتمعي. حتى اصبحت رموز المجتمع دلوقتي لا نعرفها من اين اتت، ولا نعرف هؤلاء النخب من اين اتوا. افرادوا لهم المنصات الاعلاميه هؤلاء الناس. نحن تكلمنا عنهم انه ما فيش رقيب عليهم هؤلاء الناس، واصبح هناك نخب ورموز ما انزل الله بها من سلطان. اذا كان الدعاء بيجتهدوا ويخطئوا فالرموز هؤلاء لا نعرف من هم، واصبحوا يفتون في كل شيء، في السياسه وفي الاقتصاد وفي الشعر وفي الادب والفن والرقص وكل حاجه. فده ايضا شيء من الاشياء اللي اضفت على المسيره المجتمعيه هذه العثرات. انا ليه حطيت التواصل الاجتماعي فوق خالص؟ لان هو وسيله او سلاح ذو حدين. حد نستفيد بيه ان نوصل المعلومه سريعا لاماكن مختلفه، وحد اخر ان بتدس فيه معلومات كاذبه. تدس فيه معلومات كاذبه يضلل فيها الناس، فلا بد ان نحذر من قوه وسائل التواصل الاجتماعي اللي هنتكلم عنها، وكذلك تأثيرها السلبي أو الإيجابي على المجتمع. يعني نتكلم هنا، هو هل الربيع العربي لأي دولة في العالم، أو هل الربيع في أي دولة في العالم ينتهي؟ لن ينتهي الربيع، لأن الربيع المجتمعي دائم كما قلنا في الأسبوع الماضي، أن وجود الشباب والنساء والأطفال الدائم يقول لنا أننا نعيش ربيعا دائما. التحدي الآخر نتكلم عنه القيادات المجتمعية المتكلسة اللي احنا قلنا لابد من أن تدخل داخل أروقة هذه الجمعيات قيادات شابة وربيع آخر جديد. ما فيش مسيرة في العالم بتنجح من أول يوم أو بتنجح بعد شهر أو شهرين أو سنة. تغيير المجتمعات لا يحدث بين عشية وضحاها، ولا يحدث بضرب الحظ، ولا يحدث باستقالة رئيس أو ملك أو وزير، لا، يحدث بتوعية وبناء واجتهاد والوصول بالمجتمع إلى هذا التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع ومدع وبيع. لولا هذا الدفع بين المجتمعات ما بنينا المجتمع. أنا متفائل جدا باليوم بانتهاء أو إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، وإن شاء الله أتمنى من الشباب وأتمنى من القيادات أن يكون لها دور أكبر في بناء المجتمع من الداخل، ونسميه ما نسميه، إحنا ما نعرفش حتى مين اللي سمى الربيع العربي الربيع العربي. وشكرا وجزاكم الله خيرا.